الثانية على كوسوفو 3-0. اعتماد هذه كورة، هذه كورة جول. جول دوفيكاس يومات وتاسوس باكاسيتاس. هجوم خطير للمنتخب اليوناني، ممكن الثاني، ممكن الثاني، الثاني جول عندما تقدم ويتم احتساب الهدف. تم احتساب الهدف، هدف فانجيليس بافليديس بعد فترة انتظار لفريق ألكمار الهولندي. كرة المتابعة روبن كايسون يظل الفارق، روبن كايسون تصويبة إيميل فورسبيرغ أبعدها. البيلاروسي وصلت بينية، أو مراوغة، أو جول، هدف أول يأتي أخيرا من جانب المنتخب البلجيكي. مشاهدينا الكرام، بعد عملية بين برايت وسيل ماكيرس، توزيع في القائمة الثانية خطيرة. لعب ثلاث مباريات سجل خمسة. الكرة في القائمة الأول، التغطية ما زالت صعبة لصالح ليفاندوفسكي. وبابا خطيرة، محاولة التوغل التسديدة، والحارس تقريبا كميسن ماونت اختطف الكرة، لعبها لكين. كين ارضية نارك على الجهة اليسرى، هاي صعبة توزيعة خطيرة. بوخاتش ما زال رحيم، وبوخاتش ويرفعها في القائمة الثانية. رايح يلعب مو، ترجع له مره ثانيه ليفاندوفسكي. يبدع ليفاندوفسكي في الثلاثين دقيقه الاولى، مزعج. ادخل ليفا، مازال مدير معاه، استلمها مدير عملي. ووكر مع كين. الخطورة ليفا، ليفاندوفسكي، جول. إذا لم يسجل يمرر. سبعتاش فبراير 2008، وهذه الهجمة الإسبانية على الهداف التاريخي لمنتخب كوسوفو. يراوح ويعدي، ممتازة، والهجمة للماتادور، والركن ريكيلان لفرنانز، والحارس يونايز تعب. خسر النصف النهائي بركلات الترجيح، والتسويب رائع. رشاني هذه الكرة، التوزيع والإمكانية لرشيكا بكرة، والسرعة والتسويب، والهدف الأول هو فورنانز جول. جاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا عن طريق بابلو فورنانز. تحذير لموراتا، وموراتا فورنانز يخليها الكوكي، وبالراس توريس يراوغ. توريس جول. رجل السيد أرنار فيدارسون، هنا محاولة، كرة خطيرة أمام، خطيرة هذه المحاولة من جانب كيميش إلى الصانع، عرضية تاتي، والهدف الأول جنابري. جول ألماني مبكر جدا في الدقيقة الرابعة عن توماس توخيل إلى الكلوز تشيلسي، وكرة تصل إلى تمريرة إلى أقصى جهة اليسار ثم إلى منطقة الجزاء، قوية. غاندوغان يحاول في منطقة الجزاء، كرة عرضية تاتي، ممتازة خطيرة. تيمو فيرنر إلى جنابري والكرة العرضية على التنفيذ، يرسل كرة عرضية لمنطقة الجزاء الراسية، والهدف الثاني روديجر قلب الدفاع يسجل الهدف الثاني لألمانيا. روديجر على طول بالراس، صعبة. وغل يدخل في منطقة الجزاء غوريتسكا، وحارس المرمى هالدورسون يتصدى بالقوة، يسجل.
سانه، ثالث اهداف المانيا عن طريق لورا سانه. محاوله لقطه واخيرا اخيرا 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 يسجل فيرنر فيرنر فيرنر. ترفع داخل منطقة جزاء إيطاليا، منتخب ليتواني خطير مرر، لكن كان ترجع البراغي، محاولة إيطالية والكرة عند الحارس شيتكوش، حارس مرمى ليتوانيا. أول الفريق الليتواني في ريتشو أميليا يهدد إيطاليا والكرة تنتهي من أوتكوش، ترجع في مناطق ليتوانيا. مويس كين سجل هدف التقدم عن طريق مويس كين، ثالث هدف ليه بقميص ايطاليا. هذه محاولة خطيرة لمنتخب الليتواني بسينا راسبادوري راسبادوري راسبادوري، وثاني هدف ايطاليا. راسبادوري التف وصدب، راسبادوري كتب لراسبادوري ان يسجل اول هدف لي بقميص ايطاليا هنا على هوم. بيرنا بيرنا المرر، كرة خطيرة تصدي والهدف الثالث، والهدف الثالث عن طريق راسبادوري. راسبادوري هي الدوبيتا الايطالياني، راسبادوري كرة تتاح لي داخل منطقة جزاء ليتوانيا. لكمات الإيطالية، إيطاليا خطيرة، الرابعة هو الرابعة بلمسة واحدة منك يا مويس. مويس كين مويس كين سجل رباعية الطليان وثاني أهداف في هذا الكرنفال. مويس كين تسكي يرجع كرة الوراء، ترفع داخل منطقة، الهدف الخامس عن طريق دي لورينزو. دي لورينزو بلوب، كرة أرسلها داخل المرمى. دي لورينزو أول هدف لي مع إيطاليا. جوفاني جوفاني المولا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.